نشوف مني اول اون ستريم اول مره من 30 سنه ماري ما تهتم بيك اوه معليش تونا نرجع قاعد اضبط الستريم بنورك والله حلو عندنا ناس تفرجوا الستريم هذه المره من البدايه ثلاثه اهلين وسهلين اثنين انه عزيز معليش والله تو الهيت بوكس كيف اشتغل زي كذا اثنين ضربوا بعض نفس الوقت غلط مين اللي مات؟ اي بس اظن ما توقع ان نفس النوطيه تسوي اي غلط عارف لانه سوى باك ايت ولسه ياشر يمين على الغالب زي كذا مات ما اتوقع انه كان مره عالي مني يقول دواري كوم بص هذا اللي قوله في اخر ستوك ايه فعلا هذا ايه بس ما لقص ايه بس ما شفت الريتارد ماجنت حقت جلندور نفسها بس فريماتها اقل العضه دي تنخم ايه يعني مره خمسه هجوم في عارف خصمك في الهواء فجأة ياكلك لو في اير جراوند عارف عنده وارد فجأة ايه اوكي اجين نعم الصوت انا كمان ضحك في الوقت ارميني بس والله عنده غير في هذا ما شفت ما قد تفرجت عليه على الستريم حتى اول مره فرجت اوكي الدي اي حقه كان كويس بس شكل سوى اير دوج او شيء زي كذا ما قدر يسمع للاخير او ما سوى ها يصك بالفجعة الحين اوه الله صادها بالباكيت ما توقعت اوه ما شري مين قبل لا يسوي سايد مين ينجز بس والله نايس مني سو داون بي كان مفاق ترى الفترة لها موجودة لا مخص لا كان حيسويها اوه ما شحنت بالكامل ايه شكلها بس لا نايس ما ضربت ضربه يعني لا اظن انها اقوى المفروض تضرب ابين والله مني نام بس اندر قاعد يحاول انه ما ينضرب اكثر قدر ممكن وقاعد يزبط معه يعني ما هو قاعد يفش بالاتاك حقته اوكي ابسمع اوكي داون اير ابسمعش ما اتوقع هذا الشيء يشتغل في الحياه راح تصفي اليمين نحط ابل تويت حق ابل ستريم ما اظن الكل اعلن نايس كلهم نفس الشيء مني ناشب واريو اخيرا يس هو اول تايمز غيب بعدين هو كان اول ميني كان جانوندو ايه في البدايه جانوندو وولف ريدلي فوكس لا مو فوكس ما فوكس كينج دي دي اي حتى كينج دي لا ما اعرف كينج دي قليل زياده كان باوزر بعد ايه اوه ميني اون كارت والله ميني اون كارت بس يحتاج يرجع ميني ما لعب سماش كويس من زمان امس كده امس انخبزوا في نهايه الجلسه بعد ما رجع المستوى انخبزوا كذا بعد انا ما لعبت ثاني ايه ما اقدر اسوق نفسي معلش ميني كان يحرف يسوي ريدز للاوبشنز حقته ويسوي تو فريمز في الثانيه عارف؟ امس لا كنت اسويها دائما بس خلاص والله تو فريمز حقت ميني كانت تعجيزيه ما ادري كيف تطلع منها
ما تقدر تفقد، يعرف التايمنج حقك كانك ايش. بس اخر فترة خلاص ترك واريو، الحين لازم يرجع يتعود. اوه قاعد يصور اغلب مع مو مع اللي يلعبون. ستوري حقهم صادني الكلب. لسه اثنين اللي قاعدين يدخلون في السرير. طيب ميني واضح انه ما يقدر يدمج ابدا، واندر قاعد يعطيه دامج مره قوي بس ما قدر اقتل للحين. وش ذا الدب اللي ماضي؟ شكله كان يبغى يبدل الشخصية من سوسايد في، استعمل سبيشلز ولك يخرب على الدي ار. يقدر يشيل السف الثاني، ثاني يحاول يسوي ريد للرول. يس يس اوكي. ميني شكله بعد النيرف حق واريو مو قاعد يظبط الكومب كمية الفانا كوشنز. بس حاجة كان اول كان يسوي ريد عشان يدب النيرف صراحة. ايوه اول كانت كم؟ والله ما ادري بس كان مره سهل، بس الحين مره شخصيات الهيفي منه. والله من الهيفي يخش ليه؟ ما يبغى يخسر الستوك حقه. مني دائما يسوي زي كذا، يقعد نص الحين حوالين احد الله عرفت يطلع بس على لحظه مناسبه. توتر مني هذا. شوف نظر لي مين بعد عم ستريم